الوزير وجه بمراجعه هيئه الابنيه التعليميه لكل المدارس، احنا عايزين نتاكد انه تقارير المدارس يشوفها الوزير بنفسه، معلش بقى مش عايزين نلجا لوكلاء الوزاره، انا عارفه ان هم 58 الف مدرسه، بس طبعا كل محافظه تقدم له تقريرها، المدرسه اللي فيها مشكله، لان احنا ابتدينا بقى نشوف صور كتير على السوشيال ميديا ان في حفره عميقه قدام مدرسه في المكان الفلاني، في معرفش مشكله ايه في المكان الفلاني، فاحنا مش عايزين نعرض اي حياه او نعرض حتى اي حد يصاب، فعايزين نراجع هذه التقارير بدقه شديده علشان نقدر ان احنا نتلافى اي حاجه ممكن تحصل زي دي وتضيع الجهود. يعني اديك شايف انتوا دخلتوا 59 الف مدرسه، لكن هو الخبر اللي بيغطي ايه؟ انه طبعا عندنا حاله وفاه في بدايه العام الدراسي، وده موضوع مؤسف جدا. طبعا استاذ لميس، طبعا وطبعا هو التوجيهات النهارده انا باكد عليها زي ما حضرتك قلتي، توجيهات الدكتور رضا حجاز النهارده فعلا بعد اتمام المراجعه على سلامه المباني جميع مباني المدارس على مستوى الجمهوريه، تسلم التقارير بالكامل للوزير والوزاره ليتم التاكد منها وتطبيقها وتاكد فعلا ان تمت المراجعه بشكل كامل. طيب شادي، في على السوشيال ميديا بقى شفنا حاجات كتيره، شفنا مدرسه مثلا في مدرسه الشهيد عبد الله عيسوي باداره الخنكه في الاليوبيه فيها 119 طالب، يضم 119 تلميذه في فصل واحد، اعتقد انتوا رديتوا على ده، بتقولوا ايه في قصه انه يبقى في فصل واحد فيه 119 تلميذه؟ هو الموضوع تم تداوله، منشور قديم تم تداوله على صفحات السوشيال ميديا غير صحيح تماما. المدرسة بقالها فترة طويلة بتعمل بنظام الفترة الممتدة اللي هي الفترتين صباحية ومسائية، وتم توزيع كثافات الفصول او الكثافات الطلابية على الفصول بحيث ان الفصل بيستوعب من 65 ل 75 طالب، لكن المنشور ليس له اي اساس من الصحة. وهي الفكره ان احنا فعلا احنا بنتعامل بجديه شديده مع اي منشورات او اي شائعات بيتم تداولها على السوشيال ميديا. يعني طبعا احنا بقالنا فتره بنبتدي نتعامل مع الموضوع ده بشكل جدي جدا، منعا لوقوع اي مشاكل او مثلا وجود اي حاجه تسبب لدى اولياء الامور قلق او مشكله. فاحنا بنتعامل بجديه شديده مع اي منشورات او اي حاجه بيتم تداولها علشان خاطر نمنع الشائعات قبل انتشارها طبعا. شكرا استاذ شادي زلطه، متحدث باسم وزاره التربيه والتعليم.